القائد لواء داوود يقوم باستقبال الضيوف الأكارم أثناء وصولهم إلى أراضي سوريا الكبيرة، إلى أراضي الجهاد إن شاء الله. يوم السلام ورحمة الله. لن يأتي أحلام الحمد لله على السلامة. لن يأتي هلا الحمد لله على السلامة. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله كيفك؟ الله يجزيكم خير. الحمد لله على السلامة. نورت سوريا، نورت الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله. هذه الشام المباركة. هذه أرض الأبطال، أرض الجهاد، أرض الرباط. نسأل الله ينصره إخواننا. لا ابو عبد الرحمن يا هلا الله يحفظك ما عرفناك ان شاء الله بالضبط الحمد لله على السلامة عناصر لواء داوود الذين قاموا بضرب الطيور الأكارم في الأراضي السورية شلون بالله ما عرفناه لكم حب الله عز وجل وحبكم في الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم نحن واعلموا يا اخواني اقسم بالله العظيم ان اخوانكم واخواتكم الصغار والكبار والله حتى الاطفال يعيشون معكم والله حتى الاطفال يعيشون حتى الذي لا يكاد يعني توه يتكلم تجده يقول شعارات هذه الثوره المباركه والذي احنا نريده ان شاء الله منكم ان هذه الثوره ليست فقط لسوريا هذه للاسلام الله سبحانه وتعالى اختاركم انتم لتكونون الفيصل والله يعزكم بطاعته ويعز الاسلام بكم باذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا الله يحفظكم لن نلقي هذا السلاح حتى تكون كلمه الله العظيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يجزيكم بعيد النقام لواء داوود